السلام عليكم يا ثاني، كيف الحال؟ اليوم بإذن الله سنبدأ في درس جديد في مادة الرياضيات بعنوان الأضلاع والرؤوس. بالبداية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. هيا يا أبطال لنكتب اليوم والتاريخ على رأس الصفحة 62. ما الاختلاف بين شكلي إشارتي المرور الآتيتين؟ هذه الإشارات موجودة في الطرقات، هذه معناها أن الشارع مساره مثلا إذا كانت في بداية الشارع مسار الشارع ما بصير إن نطلع في هذا الشارع ممنوع ندخل فيه، ماشي؟ وستوب إنه بدك تطلع من الشارع لازم تتوقف بعدين ترجع تمشي، تنتبه إذا في سيارات مقابل لإلك أو لا. ما بهمنا شو هي استخدامات هاي بالقيادة، أهم إشي نعرف شو هي الأشكال اللي موجودة عندنا أو المستخدمة في هاي الإشارات المرورية. الإشارة المرورية هاي لو نيجي نحدد الشكل الخارجي لإلها فهو ماذا؟ دائرة. الشكل الخارجي لهاي 1 2 3 4 5 6 7 8، كم ضلع رسمنا؟ ثماني. قلنا أن تسمية الأشكال حسب ماذا؟ حسب أضلاعها، وهذا الشكل له 8 أضلاع وهو ثماني. طيب ننتقل الآن يا أبطال لصفحة 62، موجود عندي أشكال. أول شكل رسمني الشكل اللي أمامي. شو هذا الشكل يا ثاني؟ تعالوا نشوف شو بدنا نسميه. 1 2 3 4 5 فهو هون 8 فهو ثماني، هون 5 فهو شكل خماسي. هسه بدنا نتعلم أشياء جديدة على هاي الأشكال الموجودة عندنا. الشكل الثاني اللي هو الدائرة. والشكل الأخير اللي راسم لي إياه اللي موجود أمامي كم إله ضلع؟ 1 2 3 4 5 وهنا 6 فهو سداسي. إله 8 أضلاع ثماني، إله 5 أضلاع خماسي، إله 6 أضلاع سداسي. وجميع هذه الأشكال مفتوحة أو مغلقة يا ثاني؟ جميعها مغلقة، والأشكال المغلقة نسميها أشكال مستوية. الأشكال المغلقة نسميها أشكال مستوية. تعالوا يا أبطال نشوف كم ضلع وكم رأس، ما معنى ضلع وما معنى رأس، لنحدد معا على الأشكال الموجودة أمامي. بالبداية موجود عندي الشكل الخماسي اللي كاتب لي اياه هو. المس حكت المرة الماضية عن الأضلاع، حكينا شو هو الضلع؟ هو الخط اللي موجود، الخط اللي بيوصل كل زاوية مع بعض. الزوايا هاي هسه رح نعرف شو اسمها. في عندي هون ضلع 2 3 4 5، فإذا هذا ضلع وهذا ضلع، وأيضا هنا وهنا وهنا. طيب يا ثاني ذكر لي إشي كمان ثالث غير الأضلاع، حكى لي الرؤوس. هي الأضلاع والرؤوس، شو هو الرأس؟ هو الزاوية، الزوايا اللي موجودة في كل شكل. عندي هون زاوية وهون كمان زاوية، ما بنسميها زاوية، بنسميها شو يا ثاني؟ بنسميها الرأس. هي الرؤوس، جمع رأس رؤوس. عندي أضلاع ورؤوس. طيب نشوف هنا أو نترك هاي آخر إشي، نروح
سداسي. نشوف الأضلاع موجود أمامي، هاي الأضلاع. طيب يا أبطال، وين الرؤوس اللي إلها؟ الشكل السداسي يحتوي على 6 أضلاع، مش عندناهم أول. وكم رأس؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. فإذا الشكل السداسي يحتوي على 6 أضلاع و6 رؤوس. نشوف الشكل الخماسي يحتوي على كم ضلع؟ 1، 2، 3، 4، 5 أضلاع. وكم رأس؟ 1، 2، 3، 4، 5 و5 رؤوس. فإذا الخماسي يحتوي على 5 أضلاع و5 رؤوس، والسداسي يحتوي على 6 أضلاع و6 رؤوس. لو اجيت حكيت لك هذا الشكل ثماني من غير ما نعد كم إلى أضلاع كم إلى رؤوس، عرفنا إنه حسب تسميته ثماني معناته إلى 8 أضلاع و8 رؤوس. خماسي إلى 5 أضلاع و5 رؤوس. سداسي إلى 6 أضلاع و6 رؤوس. مثلا عندنا شكل المربع. المربع يحتوي على 4 أضلاع، هذه الأضلاع. وكم رؤوس؟ 1، 2، 3، 4. اسمه مربع، مربع يعني 4، إلى 4 أضلاع و4 رؤوس. نشوف الشكل اللي موجود هون اللي هو مثلث. مثلث يعني 3، يعني 3 أضلاع. نشوف هيك، نتأكد من حالنا، 3 أضلاع وكم رأس؟ 1، 2، 3. إذا مثلث 3 أضلاع 3 رؤوس، مربع 4 أضلاع 4 رؤوس، خماسي 5 أضلاع 5 رؤوس، ثماني 8 أضلاع 8 رؤوس. طيب في عندي شكل هو شكل مستوي بس لا يوجد له لا أضلاع ولا رؤوس. شو هو؟ شو هو الضلع يا ثاني؟ نتأكد بالبداية، شو هو الضلع؟ هو الشكل المستوي، هو الخط. الأضلاع هي نقطة التقاء، أو عفواً اللي هي الأشكال المستوية، هي الخط المستوي، والرأس هو نقطة التقاء كل ضلعين. نشوف على المربع هون، نطبق الحكي هذا حتى نميز شو هو الشكل اللي ما له لا أضلاع ولا رؤوس. حكالنا الضلع هو خط مستقيم أو شكل مستوي. هنا خط مستقيم، هذا يسمى ضلع. طيب هذا الضلع مع هذا الضلع، مين خلاهم يترابطوا؟ مين خلاهم يقتربوا أو يلتقوا مع بعض؟ هو الرأس. أو لما التقوا مع بعض كونوا لنا الرأس. طيب هنا في أضلاع وفي رؤوس. طيب لو اجيت عديت كم اضلاع؟ حكينا 4، وكم رؤوس؟ 4. نشوف الدائرة كم فيها ضلع. الدائرة شكلها منحني، شكلها منحني. طيب فيها خط مستقيم؟ فيها شكل مستوي؟ فيها خط مستوي؟ لا، ما فيها خط مستوي. انا هون لما حددت، حددت هي خط مستوي هون، خط مستوي هون. هون لما اجيت حددت شو طلع معي الشكل هيك، بصير احددها انه هذا ضلع. تشوفوا كيف؟ ما كمل لي حتى الشكل كامل. طيب ثاني، إذا هل بالشكل الدائرة أو الدائرة شكل دائري هل له أضلاع؟ لا، ما له أضلاع، لأنه لما أريد أحددها كان مع الشكل منحني. فإذا الأضلاع هو شكل مستوي. كم لها ضلع يحتوي على، يحتوي على 0 من الأضلاع، 0 أضلاع، وإيش كمان؟ رؤوس. في عندي زوايا، في عندي رؤوس، طب هو ما في أضلاع. طب حكينا الرؤوس تتكون من التقاء الأضلاع، طب هو ما في أصلاً أضلاع، فإذا ما في رؤوس، 0 من الرؤوس.
إذا إجيت سألتك ما الشكل الذي لا يحتوي على أضلاع ولا رؤوس هو الشكل الدائرة. طيب شكل إنه أربع أضلاع وأربع رؤوس، في عندي مستطيل، في عندي مربع. طيب شكل له أربع أضلاع وأربع له خمس أضلاع وخمس رؤوس، شكل الخماسي. طيب سالب الأبطال، ننتقل الآن لصفحة 63 لحتى نحل مع بعض أسئلة الدرس. أحدد عدد الأضلاع والرؤوس. قلنا أن الأضلاع هي خط مستقيم. نبدأ، كم خط مستقيم؟ هي أول واحد، الثاني، الثالث، والرابع، الخامس، هنا السادس. إذن الشكل كم إله ضلع؟ ست أضلاع. وكم إله رؤوس؟ حكينا هو شكل سداسي، بما إنه إله ست أضلاع فإذن رح يكون إله ستة رؤوس. تعال نحدد مع بعض عدد الرؤوس. 2 3 4 5 6، ستة رؤوس. كم عدد الأضلاع والرؤوس لهذا الشكل؟ الشكل هذا هو مثلث يحتوي على ضلع 2 3، ويحتوي على رأس 2 3. فإذا كم عدد الأضلاع؟ 3. وكم عدد الرؤوس؟ 3. هاي واجب. طيب حكينا إنه الدائرة كم إلها ضلع؟ لا يوجد فيها أضلاع، فإذا بما إنه ما في أضلاع فأكيد ما في رؤوس، لأنه حكينا الرأس بيتكون معي من التقاء هذا الضلع مع هذا الضلع، كون عندي رأس. هنا ما في أضلاع التقت مع بعض، ما في أضلاع، لذلك رح يكون ما في رؤوس. أربعة أضلاع للمربع وأربعة رؤوس. 1 2 3 4، 1 2 3 4، هنا واجب. حوط الشكل الذي ينطبق عليه الوصف. الآن هم بدهم يحزرون حزارة، فإذا بنحكي شكل بيحتوي على 3 أضلاع وبيحتوي على 3 رؤوس. هنا 4 رؤوس، هنا 1 2 3 4 5، 5 رؤوس، خماسي، مربع، 1 2 3، والأضلاع 1 2 3، فإذا شو هو؟ المثلث، 3 أضلاع 3 رؤوس، مثلث، خماسي، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4، فهو مربع. 6 أضلاع بستة رؤوس. 1 2 3 4 مستطيل، مش هو الشكل المطلوب، بأنه بده مني 6 أضلاع وهذا بيحتوي على 4 أضلاع. حكينا المثلث بيحتوي على 3 أضلاع بثلاث رؤوس، مش هو اللي بطالبه مني. نشوف آخر شكل عندي، رأس 2 3 4 5 6، 6 رؤوس و6 أضلاع، فإذا هو رح نسميه سداسي لأنه بيحتوي على 6 أضلاع، والشكل السداسي هو الشكل المطلوب له 6 أضلاع و6 رؤوس. رسمت فاطمة شكلا له 4 أضلاع و3 رؤوس، هل رسمت شكلا مستويا له 4 أضلاع ضلع 2 3 4، كم إله رأس؟ رأس 2 3. هل هو شكل مستوى؟ قلنا أن الشكل المستوي هو شكل مغلق، وهذا الشكل هو شكل ماذا؟ هذا الشكل هو شكل مفتوح. نلاحظ هنا الشكل هون موجود أمامي هو شكل مفتوح، فإذا الرسم اللي رسمته فاطمة هو شكل غير مستوي. إذن رسمت فاطمة شكل عنده 4 أضلاع و3 رؤوس، هل رسمت شكلا مستويا؟ لا، لأن الأشكال المفتوحة هي أشكال قلنا أنها غير مستوية. هيك يا أبطال بنكون انتهينا من درسنا لليوم، بتمنى إنه فهمتوه.
واجب كتاب التمارين، حل الواجب وابعث لي على أسئلة الدرس يا بطل. يعطيكم ألف عافية ثاني، وإلى اللقاء.